خلونا نروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أحوال أسعار الذهب والعملات والطقس أيضا. يمكن لمياء صباح الخير الأول، الناس بتستعد خلاص اللي هي تنزل لشغلها، عاوزين نعرف حالة الطقس منك. صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع أول حاجة أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البي اف اي 24.44 والشراء 24.36، اليورو سعر البيع فيه 24.32 والشراء 24.23، جنيه استرليني سعر البيع فيه 27.85 والشراء 27.75، فرنك سويسري سعر البيع فيه 24.72 والشراء 24.64، اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.37 والشراء 3.35، ريال سعودي سعر البيع فيه 6.50 والشراء 6.47، دينار كويتي سعر البيع فيه 79.2% والشراء 78.75، وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.65 جنيه والشراء 6.63 جنيه. ودلوقتي نتابع متوسط اسعار صرف اسعار الذهب النهارده ونبدا بعيار 18. سعر السوق النهارده 1089 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهارده 1270 جنيه للجرام، عيار 24 1451 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب سعر السوق النهارده 10160 جنيه. دلوقتي تعالوا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس قبل ما تنزلوا. النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي كمان فرص لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، وكمان في فرص تانية لأمطار خفيفة ومتوسطة كمان على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 26، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.